بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ومع برنامج الوقف والابتداء، ومعنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري. أهلا بكم شيخنا، جزاكم الله سلامكم الله، بارك الله فيكم. كنا قد توقفنا عند الآية 45 من سورة النساء، ونبدأ إن شاء الله بقول الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فضل الدكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذه آية عظيمة تطمئن قلوب المؤمنين جميعا. وردت في أثناء الحديث عن عداوة اليهود لأهل الإيمان. واليهود أهل مكر وغدر وخديعة، يحاولون أن يجندوا كل ما حولهم لهدم الإسلام ولهدم كيانات الإسلام العظيمة. ولذلك تجد عداوة اليهود تجدها نوعين: عداوة ظاهرة فيهم هم، وفي من يوالونهم موالاة علنية، وعداوة أخرى خفية في بعض من يوالونهم موالاة خفية، وفي بعض من يعاونونهم في تحقيق أطماعهم كالمنافقين، وكبعض المؤمنين الذين أو كبعض من ينتسب إلى الإسلام ممن يضع يده في أيدي اليهود بصورة خفية لا ترى. كلها نعم، كل هؤلاء ربنا يقول في سورة البقرة: نعم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. كل هؤلاء وهؤلاء يطمئن الله قلوب المؤمنين ويقول: والله أعلم بأعدائكم، سواء من كانت عداوته خفية ومن كانت عداوته جنية. ظاهرة. والله أعلم بأعدائكم، ولأنه سبحانه أعلم بهم، ويستطيع سبحانه تبارك وتعالى أن يبطل مكائدهم جميعا، سواء أكانت المكائد الظاهرة أم الخفية، طمأن قلوبنا أكثر وقال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم، يعني إذا كنتم تعلمون عداوات اليهود الظاهرة ومن يوالونهم ظاهرا، وخفي عليكم أمر من يوالونهم موالاة خفية، فلا عليكم من هذا، فالله أعلم بأعدائكم، سواء من ظاهر بعداوته أو من خفيت عداوته، وهو سبحانه أعلم بهم ومطلع على مكنونات قلوبهم وصدورهم، وما تخفي صدورهم أكبر. نعم صحيح. فقال بعد ذلك يطمئن قلوب المؤمنين: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هنا يعني تكرار كفى، كفى نعم. بالله وليا، كفى الله وليا يعني، وكفى نعم. الله نصيرا نعم. وتكرار كفى هنا لطمأنة قلوب المؤمنين. نعم صحيح. وطبعا قالوا الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول إن الفعل كفى يعبر به عن بعض المعاني، أو عن حين يعبر بكفى إنما يراد به المبالغة في وصف الفاعل بالصفة التي اشتمل عليها التمييز. يعني أصل الكلام هنا إيه؟ كفى نعم. الله وليا وكفى أصل الله الكلام نصير. إن وليا تمييز ونصيرا تمييز. نعم. طيب أين الفاعل؟ أصل الفاعل أصلا وكفى بالله الجر والمجرور، يعني أصل الكلام وكفى الله وليا. فلو جئنا لنعرب الكلمة نقول كفى فعل ماضي والله فاعل، وليا هذا تمييز. خلاص. بيقول إيه؟ يقول إن كفى فعل يعبر به للمبالغة في وصف الفاعل وهو الله بالصفة التي اشتمل عليها التمييز، وهي الولاية والنصرة.
يعني يريد أن يقول إن وكفى بالله وليا، يعني ولايته بلغت الذروة في الكمال والعظمة بحيث تكفي ولايته وتكفي نصرته عن نصرة كل أحد مهما انقطعت يعني السبل المادية، فكفاية الله فولاية الله ونصرته كافية. ولاية خاصة بالمؤمنين يعني، طبعا لأن المؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من ظلمات إلى النور. ستكون ولاية عامة ولاية خاصة، لأن ولاية الله للمؤمنين ولاية عامة في ضمن كل الكائنات ولاية تخصهم. فكفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، فيعني لا نحتاج لأحد بعد ذلك. يعني وليا يتولى أموركم ويصلح أمركم. نعم صحيح. ونصيرا ينصركم على عدوكم بالكم. ونصيرا يعني يمنعكم من أعدائكم. نعم. يدفع عنكم شرورهم ومكرهم. نعم. ولذلك يقول بعد أن تحدث عن أن الفعل كفى يراد به المبالغة في وصف الفاعل بالصفة التي اشتملت على التمييز، قال ولأن الفعل كفى يدل على المبالغة، أتى بعده في القرآن الكريم الجر بالجر والمجرور، يعني لم يأتي بالفعل مباشرة وإنما جاء بالجر والمجرور قائما مقام الفاعل، فقال وكفى بالله. فقالوا إن الباء هنا يراد بها التوكيد، فتوكيد يتناسب مع المبالغة، يعني اكتفوا بولاية الله وبنصرته. فهنا كفى يدل على المبالغة، والباء بتدل على التوكيد، ومجيء الكلام على التمييز فيه دليل على المبالغة في المعنى الذي هو في الصفة التي هي موجودة في التمييز. يعني كأنه يقول لا عليكم من عداوة أي أحد كائنا من كان في شرق الأرض وغربها، وهذا خطاب لأهل غزة المناضلين. نعم. ولإخواننا ممن يقفون على ثغور على هذا الثغر العظيم يجاهدون أعداء الإسلام، مهما حاربهم حربا ظاهرية الدنيا بأسرها، ومهما أخفى من أخفى عداوته لهم، ومهما تخلى عنهم جميع من حولهم، فكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وهذا لا يرفع التبعة عن الخاذلين، وإنما هذا طمأنة لقلوب هؤلاء المؤمنين الذين يحمون أو جعلهم الله سببا في حماية مقدساتنا وفي القيام بفرض الكفاية وهو الجهاد في سبيل الله. لكن هذا لا يرفع التبعة عن المتخاذلين، وإنما هو طمأنة لقلوب هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا على عدوهم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. جزاكم الله خيرا. هنا طبعا والله أعلم، الله مبتدأ، اسم الجلالة مبتدأ، وأعلم خبر، أعلم فعل مضارع. نعم. بأعداء، والله أعلم بأعدائكم، هي الجملة هنا إيه؟ خبر. نعم. والله أعلم بأعدائكم. نعم. ونقف صحيح. الوقف طبعا كافي على قوله والله أعلم بأعدائكم، ثم طيب. نقف ونقول وكفى بالله وليا ونقف ونقف يعني هي هذه الآية فيها جمل ثلاث. نعم. والله أعلم بأعدائكم، اسم الجلالة مبتدأ، وأعلم خبر، وبأعدائكم جر ومجرور متعلق بالجملة قبله، جملة المبتدأ والخبر. نعم. وكفى بالله وليا، هذه جملة من فعل وفاعل وتمييز، يعني تمام. وكفى الله وليا. وكفى بالله نصير جملة أخرى من فعل وفاعل وتمييز. فهذه جمل ثلاثة، كل جملة منها منفصلة عن التي قبلها انفصالا إعرابيا، وهناك اتصال في المعنى. ولذلك الوقف على والله أعلم بأعدائكم كافي، وكفى بالله وليا كافي، وكفى بالله نصيرا كافي أيضا. ولكن وكفى بالله نصيرا أكفى منه، أكفى طبعا. نعم. جزاكم الله خير على اعتبار أنها رأس آية. نعم. بنا يحفظك، بارك الله، جزاكم الله خير. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ننبه أيضا بس يعني هنا في بعض القراء يختلس حركة الفتح. نعم. فيقول وكفى. نعم صحيح. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، هذا طبعا اختلاس غير المعنى، وجعل وكف فعل فعل وكف على بعض، لكن هي وكفى. لكن هنا النطق الصحيح. نعم. ان نفصل الواو عن كفى. نعم صحيح. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا.
نعم. طبعا لا زال الكلام عن اليهود لعنهم الله الذين خانوا وغدروا وحرفوا الكلمة عن مواضعه. ويعني كثير يعني بعض الناس يتعجب لجرائم اليهود التي ترتكب، والحقيقة لا عجب، لأن هؤلاء تعودوا على ذلك. قتلوا أنبياء الله تبارك وتعالى، قتلوا 70 نبيا في يوم واحد. سبحان في يوم واحد قتل بنو إسرائيل 70 نبيا. ذبحوا يحيى عليه السلام يعني ذبحا، ذبحوه فصلوا جسده عن رأسه، نشروا زكريا عليه السلام بالمنشار نصفين، حرفوا الكلمة عن مواضعه، سبوا رب العالمين، فعلوا كل الأفاعيل والجرائم. ولذلك الذي يتكفل بالقضاء عليهم وبإهلاكهم هو رب العالمين. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ربنا يقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، لأن جرائمهم لا آخر لها. فمن ضمن الجرائم التي ارتكبها اليهود قوله سبحانه في هذه الآية: من الذين هادوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أو يعني عن مواضعه. جملة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، نعم، خبر لمبتدأ محذوف. نعم، أصلا ومن الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. جميل، يعني من الذين هادوا أصلا خبر، وقوم شبه جملة جر ومجرور. المبتدأ محذوف تقديره قوم، ويحرفون صفة للمبتدأ المحذوف، ويقولون صفة معطوفة على الصفة. يعني أصل الكلام إيه؟ من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. خلاص، إذا لا وقف من قوله من الذين هادوا إلى قوله وراعنا. طيب لماذا؟ لأن كما تفضلتم من الذين هادوا هذا خبر، المبتدأ قوم اللي هو عبارة عن محذوف يعني، وجملة يحرفون الكلمة عن مواضعه دي جملة صفة، جملة وصفية لقوم. خلاص، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا جملة معطوفة على الجملة الوصفية، وما عطف على الصفة لا يأخذ حكم الصفة، لا يفصل عما قبله. إذا لا وقف بداية من قول من الذين هادوا إلى قوله وراعنا. خلاص، يعني ظهر جليا أن القارئ لابد له أن يعرف الإعراب حتى يعرف الوقف. صحيح، لا غنى له عن ذلك. القرآن. نعم، فعلا. فذلك يعني الذي لا يعرف الإعراب يقف في إعراب أي والمعنى. مكان. صحيح، يعني بعض الناس يقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقف ويقولون سمعنا وعصينا. هذا من حيث المعنى جائز، لكن من حيث الصناعة، صناعة العلماء لا، الأولى عدمه. لماذا؟ لأن كما قلنا قوم هذه مبتدأ محذوف، ومن الذين هادوا خبرها، خبر هذا المبتدأ، ويحرفون صفة للمبتدأ، ويقولون إلى قوله راعنا معطوفة جملة معطوفة على جملة الصلة، على جملة الصفة، وما عطف على الصفة يأخذ حكمها سواء في الإعراب أو في الوقف والابتداء. هذا أولا. ثانيا، من الذين هادوا يحرفون، كما قلنا هذه جريمة ثانية من جرائم بني إسرائيل. طيب، التحريف نوعان: تحريف بني إسرائيل للقرآن أو للكتاب المنزل عليهم كان نوعين. النوع الأول من التحريف هو التأويل الفاسد للآيات، للآيات التي نزلت عليهم. التأويل الفاسد لأحكام التوراة، التأويل يعني مثلا لما قال قولوا حطة، قالوا حنطة، فقالوا حنطة، هذا تأويل فاسد. وماذا فعلوا؟ الكلمة بظاهرها موجودة، ما بدلا من يقولوا حط عنا خطايانا قالوا حنطة، تعلقت نفوسهم بالطعام والشراب. خلاص، فتأولوا تأويلا فاسدا جاهلا فاستحقوا العقوبة. خلاص، فالتأويل فالتحريف نوعان: التحريف هو التأويل، وتحريف بمعنى الإزالة، يعني يزيلون الشيء، يزيلون الآية تماما. وهذا التحريف بهذين النوعين ورد في هذه الآية وفي الآية الأخرى. يعني هنا ربنا يقول إيه؟ من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. عن مواضعه قالوا هذا تحريف، ده كلام الرازي رحمه الله، قال إن هذا هو المراد به التأويل الفاسد. أي نعم. بينما في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون الكلمة، سمعون قوم آخر لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قالوا إن من بعد مواضعه يعني يزيلون الآية، وهذا الذي حصل بالفعل. لأن لما جاء رجل من اليهود وقد زنى
وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم عليه الحد الذي في التوراة، فوضعوا أيديهم على آية الرجم التي في التوراة فكأنهم أزالوها كلها. فقال من بعد ما يعني من بعد أن رأوا الآية أمام أعينهم، يعني بدل الجلد جعلوها صفة الرجم اللي هو حكم الرجم في التوراة أزالوه خلاص، وجعلوا مكانه الايه جعلوا الـ 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 الجلد. نعم، لكن هو اذا هو في 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 سوره هنا في هذه السوره مع سوره وضعي. المائده بين نوعي التحريف، التحريف الاول اللي هو التاويل اللي هو هنا، التحريف الثاني اللي هو الازاله يعني ازال الايه كلها. نعم. خلاص، وهذا ما يفعله اليهود، وهذا هو التفريق الاول بين قوله من بعد مواضع عن مواضعه في سورة النساء ومن بعد مواضعه. عن مواضعه هو التحريف الذي هو التأويل الفاسد، من بعد مواضعه يشمل التأويل الفاسدة يعني ويشمل الإزالة، يعني يشمل الاثنين، يشمل الإزالة والإيه؟ نعم، والتأويل الفاسد. الأمر الثاني في التفريق بين من بعد مواضعه وعن مواضعه، قالوا إن في قوله عن مواضعه حكم عام، يعني يحرفون كل كلام موجود عندهم لا يوافق أهواءهم عن مواضعه، رأوه أو لم يروه. لكن في سورة المائدة من بعد يدل على الخصوصية، لأن كأنما في سورة النساء عام مما في سورة المائدة. في سورة المائدة جماعة جاءوا برجل ارتكب جريمة الزنا فأرادوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحد فوضعوا أيديهم على آية الرجم، فهذا تحريف خاص بخلاف عن مواضعه فتحريف إيه؟ تحريف عام. الأمر الثالث قالوا إن ما في سورة المائدة أبلغ في النكاية بهم وفي بيان جريمتهم، لأن هناك فرقا بين رجل رأى الآية بعينيه ثم أراد تحريفه، وآخر عنده مبدأ التحريف العام. فهذا الذي حرف من بعد ما رآه هذه الآية أتى بقوله من بعد ليدل على أن هذه الآية أبلغ في بيان تحريفهم في بيان كذبهم على رب العالمين من قوله عن إيه؟ موضع. عن مواضعه. ولذلك أتى هنا يتحدث عن بني إسرائيل عموما، لذلك قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهناك تفريق رابع، قالوا إن عن مواضعه يحرفونه لغير لبدل، يعني يحرف عن مواضعه يعني يحرفون الآية يؤولونها تأويلا فاسدا خلاص، ويأتون بتأويل آخر يعني هذا تحريف يعني يأتون ببدل. ولذلك قال إيه عن لماذا؟ يعني هذا بدل عن هذا خلاص. بينما في قوله من بعد مواضعه يحرفونه لغير بدل خلاص، اللي هو مجرد الإزالة التامة وينتهي الأمر خلاص. فهذه تفاريق أو فروق أربعة بين من بعد مواضعه في سورة المائدة وعن مواضعه في سورة النساء. قلنا إن في سورة النساء أعم وفي سورة المائدة أخص. في سورة النساء أبلغ في الدلالة على جناياتهم العظيمة مما في سورة المائدة. المائدة أبلغ في الدلالة على جنايات ما في سورة النساء. في سورة النساء في سورة المائدة في سورة النساء يحرفون عن مواضعه لغير بدل أو ببدل، يأتون ببدل، يزيلون يؤولون تأويلا فاسدا، يعني يزيلون أو ينفون التأويل الصحيح ويأتون بدلا منه التأويل الإيه؟ الفاسد. بينما في سورة النساء لا يأتون ببدل من بعد مواضعه خلاص. قلنا إن في سورة النساء وده تفريق الإمام الرازي الذي افتتحنا به، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه في سورة المائدة، هذا خاص بجماعة حرفوا الرجم وأزالوا حكمه حتى لا يوقعوا العقوبة بالمجرم الذي ارتكب جريمته. نعم. يعني اختصارا، قال الرازي رحمه الله في كيفية التحريف وجوه. نعم. أول شيء أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر. نعم. مثل تحريفهم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربعة. نعم. كان ربعة. فهنا قالوا بدلها إيه؟ قالوا آدم. آدم طويل. طويل. آدم يعني أسمر وطويل. والربعة أصلا معناها اللي هو متوسط بين الطول والقصر. وبين السمن والنحافة. نعم. نعم. نعم.
وأيضا بدل الرجم أتوا بالإيه؟ بالجلد مكانه. نعم. ثانيا إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة. نعم. ثالثا أنهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أمر فيخبرهم به فليأخذوا به. نعم. فيخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد حرفوا كلامه صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خير. طبعا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا بينما ربنا قال للمؤمنين في سورة البقرة قولوا سمعنا وأطعنا. أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. نعم. ويقولون سمعنا وعصينا جملة قلنا أنها جملة وصفية توصل بما قبلها. ويقولون أيضا اسمع غير مسمع يعني اسمع أسمعك الله دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا هذا في سوء أدب من نوعين. نعم. الأمر نفسه اسمع هذا فيه سوء أدب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع فيه سوء أدب ولذلك على الإنسان أن ينتقي ألفاظه وانتقاء الألفاظ هذا سمة المؤدبين وسمة الطالب المؤدب مع أستاذه. الطالب المؤدب لا يقول لأستاذي اسمع إنما يقول له إيه انظر إلي كذا كما قال الله وانظرنا. فالقرآن حتى انتقى اللفظة التي تتناسب مع يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع يعني اسمع لا أسمعك الله وراعنا وهذا نوع من أنواع التحريف. لما علمنا اسمع غير مسمع يعني اسمع لا أسمعك الله. نعم. هنا في الوقف والابتداء. نعم. لا يجوز لنا أن نبدأ نقول واسمع غير مسمع. صحيح. لأنه هو طبعا هذا كلام اليهود هم الذين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع يعني لا أسمعك الله. فهذا كلامهم فلا يفصل. نعم. بينه وبين جزء بين أجزاء كلامه. نعم. وراعنا وده نوع من أنواع التحريف ولي الكلام. لماذا؟ إن أصلاً كلمة راعنا يعني مقصود بها الرعونة. راعنا لها معنين. الحمق المعنى الحمق والبلة يعني يتهمونه بالحمق والبلة عليه الصلاة والسلام وحشاه. والمعنى الثاني أرعني سمعك. فكان الصحابة وهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا يا رسول الله. راعنا يعني اسمعنا. اليهود كانوا يستغلون هذا وهذا النوع من التحريف الذي قلت في بدايتي أنه التأويل الفاسد. يقولون يا رسول الله راعنا يعني يتهمونه بالرعونة والحمق. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما أراد أن ينزه مقام النبوة عن مثل هذا الإيهام قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. إذن لما نهوا عن قول راعنا أي إنسان سيقول راعنا بعد ذلك فكأنه لا يريد إلا المعنى الذي يريده اليهود. ولذلك ربنا يقول هنا إيه؟ يعني يقولون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون راعنا يقصدون بها إيه؟ يعني انظر أرعني سمعك انتبه إلي انتبه إلى كلامي. أما اليهود راعنا يعني من الرعونة والحمق يعني هذه الكلمة قبيحة عند اليهود. صحيح. أو هي لها معنى آخر قبيح وده بيسموه في لغة العرب الكلام الموجه. والكلام الموجه هو الذي يراد به معنيان متضادان لا يدل السياق على أحدهما. ده معنى الكلام الموجه. الكلام الموجه أو المبهم هو الذي يدل على معنيين متضادين لا يدل سياق الكلام على أحدهما. خلاص زي مثلا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يمكن أن أفهمها إذا لم يكن عندك حياء فاصنع ما شئت. أو إذا كان عندك حياء فاصنع ما شئت فإن الحياء سيمنعك عن مواطن الزلل. يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يراد بها إذا كان عندك حياء فاصنع ما شئت فإن حياءك سيمنعك عن مواطن الدناي. وإذا لم يكن عندك حياء فافعل ما شئت لأن كما يقولون يعني العيب إذا خرج من صاحبه فليس عيبا يعني اعتدنا منك على العيب. فذاك لا اسم الكلام الموجه. تعريف الكلام الموجه الكلام أن العبارة التي تدل على معنيين متضادين لا يدل السياق على أحدهم. هنا الكلام هنا في قوله راعنا كلام موجه. اليهود يقولون راعنا والمؤمنين يقولون راعن لكن راعنا بتاعت اليهود
يقصدون بس الحمق يعني والبلى. راعينا بتاع للمؤمنين أرعيني سمعك. فلذلك ربنا نهاهم عن قول هذه الكلمة أصلا، وقال إيه لا تقولوا راعنا خلاص. فمن قالها فهو يقصد المعنى الذي يقصده اليهود يعني والحمق والبلى، تتشبهون باليهود أو حتى تدفعوا الإيهام هنا. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا خلاص. هذا من ليهم الكلام ومن تحريفهم الذي سبق بيانه، اللي هو يحرفون الكلم، قلنا التحريف معناه التأويل الايه الفاسد. ثم نقف هنا على اعتبار ان ليا مفعول مطلق، يعني لو اعتبرنا ان ليا يعني يلوون ليا مفعول مطلق يجوز ان نقف ونقول ايه وراعنا، ثم لكن نقول ليا بأسنته. مفعول لاجله لا يجوز الوقف. نعم، لو اعتبرناه مفعول لاجله على معنى ايه واسمع غير مسمع وراعنا لاجل اللي، يعني يقولون راعنا لاجل ان يلو السنتهم بالكلم خلاص. يبقى اذا لو ما حكم الوقف على قوله وراعنا؟ فيه وجهه، فيها وجهان. نعم. الوجه الاول لو اعتبرنا ليا مفعولا مطلقا فيجوز ان نقف على راعنا ونقول ليا بألسنتهم، يعني يلوون ليا بألسنتهم بما قالوه من كلمة راعنا خلاص، وما يقصدونه من معناها، ويطعنون طعنا في الدين. ولو اعتبرنا ان ليا مفعولا لاجله، يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لاجل اللي، لاجل لي الكلام عن ما يقولون راعنا، لاجل لي الكلام عن معناه معناه الذي يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم الى معنى اخر خلاص، يبقى اذا لا نقف على قوله راعنا خلاص، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. طبعا الوقف هنا وقف ايه كافي. نعم. والبدء بلو الشرطية، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. طبعا لكان خيرا لهم وأقوم، دي جواب الشرط، جواب شرط لو. ولكن حرف استدراك لا يجوز أن نفصله عما قبله. نعم. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نعم. فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، يعني ما ممكن قليلا هنا مع صفة لإيمان. صحيح. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قالوا إن جملة أصلا فلا يؤمنون جملة تعليلية، يعني فلا يؤمنون إلا قليلا لأجل كفرهم، أو لأجل كفرهم لا يؤمنون إلا قليلا خلاص. ولا كما تفضلنا فلا يؤمنون إلا قليلا، ممكن قليلا أعتبرها استثناء، ويكون استثناء من العدد، لا يؤمنون إلا قليل منهم هو الذي يؤمن، أو إنه استثناء من الصفة، يعني لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً، يعني إيماناً لا قيمة له. صحيح. يعني حتى المؤمن منهم إيمانه إيمان إيه قليل. فإما أن والمعنان صحيحان طبعاً. ده من مشترك اللفظ، طالما أن الإعرابين يدلان على معنى يدل عليه القرآن في عمومه فيقبلان. فعندنا هنا إلا قليلاً، إما أنها استثناء من ممن سبق من مجموعهم، لا يؤمن القوم إلا قليلا، قليل منهم الذين يؤمن إلا إيمانا قليلا، أو أنها استثناء من الصفة اللي هي الإيمان المحذوفة، يعني فلا يؤمنون إلا إيمان، حتى من آمن منهم فإيمانه قليل ولا قيمة له وضعيف. نعم. والوقف على قليلا تام. نعم صحيح. بارك الله فيك. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. جزاكم الله خير. طبعا كلمة انظرنا حتى لا يغيب عن المشاهد، إما أنها بمعنى انظر إلينا أو انتظرنا، يعني إيه واستمع لنا، لكن بعبارة تختلف عن عبارة اليهود. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.